واحد قد ما عمل إنجازات بالحياة، كل نجاحاتك وكل جوائزك ولا شيء قدام استثمارك بأولادك لما تحس إنه أنت قدرت إنه قدرت تتعلم وقدرت تربي. يعني هي التربية والتعليم مو مصاري ولا شهرة ولا لا، إنك أنت تربي وإنك أنت تعلم، إنك أنت يكون عندك تقدر بهي الظروف الصعبة وبهالأجيال اللي وضعها فعلا صعب أنك تقدر تعمل أخلاق، هذا شيء أهم من أي شيء آخر. فالحمد لله. بس